معنا مشاهدينا الكرام بشأن الحديث عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، معنا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين سبعاوي، مرحبا بك. إذن مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وهذه التصريحات والتحركات العسكرية، هل هذه المرة برأيك الأمور باتت قريبة للانفجار بينهما؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك صراعا عسكريا أو حربا شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، وليس حتى من مصلحة الولايات المتحدة أن تستهدف إيران أو تسقط النظام، وهي لم تصرح بذلك على الإطلاق لحد هذه اللحظة، وهي حريصة على عودة إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي، ولا إيران هي قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، ولم تستفز إيران من خلال الحرب الإعلامية. هذه الحرب الإعلامية سئم منها العالم والمنطقة تحديدا منذ عام 1979 ولحد هذه اللحظة، في كل يوم يقال أنه الحرب وشيكة بين إيران والولايات المتحدة، والنتائج تكون عكسية وخاصة على العالم العربي. ما الهدف يعني الآن الإعلام الأمريكي يركز على ما تفضلت به، ومثال ذلك صحيفة فيرست بوست ذكرت أن العراق سيكون أهم ساحة لحرب شوارع بين واشنطن وإيران. يا سيدي، لا يوجد في العراق قوة تستطيع أن تواجه القوات الأمريكية، لا من الشجاعة ولا من التسلح، وهؤلاء قبل عام أو عامين هم حلفاء للولايات المتحدة، وقد أشعلوا الحرائق في العراق وفي دول عربية أخرى برعاية أمريكية وبغطاء جوي أمريكي. ما يهمنا ما هو الموجود على الأرض وليس ما يقال. ما يقال كثير، ولكن ما موجود على الأرض أعتقد أنه الإيران وهذا النظام تحديدا خدم سياسة الولايات المتحدة خدمة لن يستطيع أي نظام آخر أن يقدمها. أشعل الحرائق في المنطقة، قسم الدول، أنهى الدولة القومية في العالم العربي، عادة الطائفية في أغلب الدول العربية، إشعال حرائق، انهيار اقتصادي، ذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني مجانا، ابتزاز العالم العربي ونهب أموالي وخيراتي. لا يأتي نظاما مثل إيران يخدم الولايات المتحدة، ولكن لابد أن تكون هناك مبررات وحرب إعلامية كلامية. أنا يعني أقول ويعني ما موجود على الأرض وحسب تحليلي الشخصي لما يحدث أنه لن تكون أكثر من حرب إعلامية، حرب كلامية. أقصى ما تريد تفعله الولايات المتحدة أن تضغط على إيران اقتصاديا لعودتها إلى التفاوض وليس لإسقاط هذا النظام. هي غير جادة بإسقاط هذا النظام ولن تسقطه، وطالما لم تسقط هذا النظام بمعنى أنه العملية العسكرية لا قيمة لها، كما فعلت مع سوريا، استهدفت بعض المناطق وأبقت بشار على رأس السلطة، كذلك ممكن هذا أقصى ما يكون. فهدف الولايات المتحدة هو عودة إيران إلى التفاوض ليس إلا، أما إسقاط النظام هذا مستبعد، ولا يمكن إسقاط النظام إلا بضربات عسكرية متكاملة جوا وبرا وبحرا مع قوات بحرية، مشاة البحرية تتدخل، وهذا مستبعد أبدا. ولكن كيف تفسر تصريحات لبعض ميليشيات الحشد التي هددت بخطف الرعاية الأمريكيين في العراق إذا استهدفت إيران؟ لن تستطيع ميليشيات الحشد أن تستهدف أي جندي أمريكي. هذه الميليشيات لا تستطيع إلا أن تستهدف الشعب العراقي، وخاصة الأبرياء العزل والنساء والأطفال، وتروعهم. ليست من ندا للولايات المتحدة، ولن تستطيع أن تفعل مثل هذه الأفعال. نحن نعرف طاقاتهم ونعرف حجم ما يمتلكون سواء من قوة ومن سلاح ومن شجاعة. الحشد الشعبي لا يستطيع، فقط مهمته إشعال حرائق في المنطقة وتحديدا في العراق وفي سوريا وبعض الدول الجوار، لا يستطيع أن يواجه مثل الولايات المتحدة ببيان صحفي. لو كانت الولايات المتحدة جادة ما أوصلت هؤلاء إلى السلطة والآن ترعاهم، فكيف وهي من سلمت هذا البلد إلى إيران؟ هل هي ستخشى اليوم من الحشد الشعبي؟ أبدا، استبعد هذا التصريح، ولن يكون الحشد الشعبي أي دور في مواجهة الولايات المتحدة، ولن يكون له حتى مستقبلا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي.